meet your brand new... No, sit on Arnie! Oh, shit! السلام عليكم، بندر ومندرت، رجعت لكم مقطع جديد. في هذا الفيديو راح ألعب لعبة المتابعين كلهم يطلبوها مني، مع أنهم يدرون إن ما عندي بلاي ستيشن. بندر نزل كراش، بندر نزل كراش، ما عندي بلاي ستيشن، وهم يدرون بهذا الشيء. لكن إيش لو افترضنا إني أنا الآن في صندوق، وبعدين لازم أفكر خارج الصندوق، إيش راح أسوي؟ ما عندي بلاي ستيشن بس لازم أنزل له كراش. لذلك الآن راح ألعب أفضل جزء لكراش عندي، وهو كراش توين سانيتي. طبعا هذا نزل على البلاي ستيشن 2 أتوقع، أيوة 2. الآن أنا ألعب اللعبة على البي سي، راح نبدأ نيو جيم تمام وألعبها على البي سي. دحين حيجي العرض، دقيقة حتشوفون الدنيا شوية يعني الجودة يعني حق بلاي ستيشن 2، لكن خلونا نشوف الجيم، راح تنصدمون هل هو بلاي ستيشن 2 أم هو بلاي ستيشن 4 برو. اوكي خلونا، ما انتبهت، ما ادري ايش طالق عليها، اتوقع حق الجنون، ما ادري، ما تاكد بعد وانا اسوي ايش راح اتاكد. طيب المفروض اسكت في العرض كراش. واو يا سبحان الله، شو راسه يا رجل، تقول ايش؟ ما ادري والله، بس الزبده انه يعني ما كراش ما شاف الفرق. المهم زي ما انتم شايفين شباب، الجوده فخمه، 60 فريم تمام. هذا على البي سي، ما ادري ايش سويت اعدادات وكذا، شفت شرح. المهم هذا افضل جزء عندي زي ما قلت لكم. راح في العالم هذا في جواهر لازم تجمعها كثير وكذا، لذلك انا عشان بس ما ابغى اطول وانا اجمع، ما ادري هنا ما ادري ايش اسمع، بس المهم انه عشان ما اجمع ما ابغى اطول الفيديو. اوكي حلو، ايش حسوي؟ اللي هو حاحاول اني اتقدم على طول المهمات الرئيسيه. ايوه هذا المفروض اني الحقه. شوف كيف يمشي يجلط. الله هاي يا حيوان. اوكي ايش هذه؟ هذه الحقات ريسبون لو مت. Come on, follow me, Crash. Stay close and do what I do. يعلمني. حسب الحمار، حسب الحمار. خب. أوكي. إيش حيقول لك فانقص دحين؟ دبل جمب. أوكي. يلا دبل جمب. مع إنه يمدينا نسويها في نقزة. بس سويتها بنقز واحد عاد. انا خذ ورب انطبع يا رجال. طيب خذ حلو. والله اني خايف يا ولد، احس ان هذا حيجي. ايوه لا 150. ايوه خذ حلو. هذا اسوي كذا صح؟ ايوه حلو. لسه اتذكر اشياء. اوكي. طيب اتذكر ان هنا في مكان بس خلاص ما عليك. خذ. لسه حي. ايوه خلاص ما عليك. الله يرحمه. يسوي خبره انا اجي لها من تحت وتموت. شكلها ما تموت، ما بعض اتوقع ما تموت بذي الحركه. طيب اول حاجه تعطيها كذا، بعدين تعطيها. الله راح فجر نفسه مسكين. خلوني اخذ هنا. ايوه زابه. ايوه ينتقل لمكان ثاني. صح. طيب خذ. لا حيوان. طيب حلو. الله كبير منك. حلو. لا كان المفروض هو كان في تفاحة ولا في حياة كان ولا لا، ما انا متأكد. طيب حلو يلا اعطيها هذيك هذا، بعدين ايش حيصير يعني؟ بس تفجر خذي. ايوة
ايوه طيب اوه طاح اوكي اها اقدر اسوي كذا احس انه حيدفني لذلك خلاص اوه والله الوضع وكأنه في حاجة صارت الآن حلو طيب اسمع يا الله والله اني من مو لتح ليش انا ابغى اخذ تراكرات عادية يا بندر اسحب على امه طيب خلاص عارف انك عادي جفك لا ما ياخذ لك مليون الف مرة يقول لي خلاص اوكي لا إله إلا الله واو يا الكذب ليش قاعد أموت هنا في هذا المكان البايخ وأسمع هذا كل مرة I'm okay spiders are I'm okay the spikes broke my fall أسحب على أمك حلو أوكي أوه هذه كانت تطيح طيح باقي لي خمسة I've been doing this for 10 stinking years. أيوه. Back and forward, back and forward. يقول أنا أسوي هذا الشيء من 10 سنوات. But I'm not gonna do it no more. يقول هذا الشيء أنا أسويه من 10 سنوات بس إني ذا يعني يروح ويرجع كذا بس إني ما راح أسوي خلاص. خذوا العجلة. يلا يلا بس يلا. أوه واو أوكي. طيب طيب ناخذ هذه كم عندي ستة ها الله يستر بس اوه شيت اتذكر والله اما هذا الدكتور ما كان ادري يقول له 3 سنوات في الثلج ما ادري ايش في مكان الثلج organized a little gathering like a birthday party except the exact opposite and look oh shit all your friends are here off you are so very popular let's start handing out the presents والله ثمانية واو اوكي طيب والله اني ناسي وما ادري حتى ايش هاي ليه الحقني ايوه طيب يقول لي عكس ايوه حلو الحمد لله وانا قعدت تحت كناون زمان ما ندري ايش اللي حيصير ما ندري كيف نهزمه كذا بالصدفة طيب This is from Tiny This is from Dingo Dial جالس يوزع القنابل ويقول اوه ما ادري انها تطيح المكان يا الله خذ حلو يا الابداع تعال خذ اوكي باقي له واحده بس يلا خذ ما اقدر اقتله كذا اوكي يلا باقي اخر واحده بس انه اللي يقول لي حيرمي قرنين والله حيرمي قرنين اوكي بتتكسر هذه ايوه شيت مان حيطلق علي اوكي والله اني فجعت يا جماعه والله اني ناسي كل حاجه اوه كادت ان تكون ولكن لم تكن لاني مغترب جدا خذ اوكي هزمناه حلو ميت يور براند نيو لا نسيت الاني اوه شيت اوه شيت ايش حصل الله اوه والله اني نسيت اوكي هذا الصواريخ بس ايش كيف اهزمه؟ ناسي كل حاجه اوه هذا تنعكس انا نفس الشيء طيب اهم حاجه يعني انه ينعكس بس اني حموت مع ضربه واحده بس هذا اعكسها ها اعكسها حلو باقي له كم واحد 2 3 4 5 6 اوكي
حلو. طيب يلا 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 حط له خذ. اوكي حلو حلو. طيب اوه هذا تدمر المنشار. الحين ايش حيسوي؟ يطلق بس صواريخ. اوه على طول. حلو حلو حلو. باقي اربع. والله يا جماعه لو اموت انا حموت. انا عارف ليش. لان اوه يا الاحتر. ايه اوكي. لا يا جماعه ما ادري كيف نجوت. اوكي خذ. يلا باقي ثنتين. باقي ثنتين بس خذ. اوكي ايش هذا يسوي؟ اوه فشلني. قلت بس حيطلق خمسه سوا. طيب خلاص تدمر. موت نفسه. ايوه وطع. اي طيب هذول كلهم من الاجزاء الاول يا جماعه اللي تحاربهم كبوس. اوكي طيب. اوكي صح صح صح. طيب طيب المفروض اني لا يلا ما عليه. المفروض اني انهي الفيديو لكن بعد ما نوقف حرب راح انهي. جالسين دحين يتحاربون. واحد يقول ليش ما تحط لايك وواحد يقول ايش دخل. كيف التلميح هلا. والله اتذكر ان هذه المرحله صعبه يا جماعه. ما ادري. اوه لا صح صح لازم اضرب الكريستال هذا. ما ادري. طيب ايش هنا ورا؟ اوكي حلو حلو. حياه حياه. طيب ليش الشاشه كذا تسوي تظلم وترجع؟ طيب اوه احذر احذر. اوه حرام. طيب عندي هربو قال ايش ما يجي. طيب خلنا نروح من هنا هذا الطريق. خذ هذه. حلو شكرا شكرا على الهدية. المكان اللي مكتوب فيه علامة محطوط فيه علامة الموت ما ايش اسمه كله يعني حياة وكذا. لكن الثاني اللي مو مكتوب عليه الحاجة كله قرابة يعني مقلبتك ها مقارب تحديات اللي يقول لكم ايش اللي صار. طيب انا حموت. ها احس اني حموت. احس اوكي الحمد لله. طيب كلها في هذه الجهة بس اني حلو حلو. يلا خذ خذ هذا. طيب حلو. اوه لا 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 ايوه ركز يا بندر ركز ركز انتبه. ايوه حلو حلو. لا اوه لا ايوه الحمد لله. اهم حاجه ضمننا هذا بس دقيقه. ايوه حلو. لا 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 ايش فين انا؟ انا فين؟ كذا صح انزل معاه تحت يعني ولا ايش؟ اوه لا لا مو لا دقيقة ممكن من هنا. والله موت هذا مو من هنا. ايوه انتبه. ايوه حلو حلو. طيب اوه هنا هنا في ثنتين ذا بس يا بندر ركز ركز. الحمد لله الحمد لله. طيب 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 حب. لا هذه يبغى لها تفكير. انتظر بس دقيقة. لا لا الحمد لله. اوه والله المرحلة صعبة يا جماعة والله صعبة. لازم اضرب هذه الثلاث صح؟ ايوه حلو. لا حرام عليك. ايوه تمام اوكي حلو حلو. ما ابغى لك ولا جوهر. ابغى اخلص بس. طيب انتبه. ايوه حلو حلو انتبه بس. طيب ايوه مو حي حركنا على كيف. حلو حلو. طيب ما في هذيك جسمه. ما ادري هنا الطريق ولا لا. هنا ولا اوكي تحت. اها لو جيت من هناك في ايش اسمه ذي الجوهر. ايوه وقفوا صح. اها هذه الجواهر اللي لازم نجمعها. اتوقع دي خلي خلي الزحمه. ويجو يضعك. ماذا؟
لا هذا الفضائي المدري ايش. لا دقيقة دقيقة. اوكي اوكي ياهو شباب ابغى لي الفيديو طول مرة. طيب لازم اضغط هذه الازرار. الله هاي جالسين ياخذون كراتي. اوه لازم اسوي كذا صح؟ ايوه حلو حلو. طيب خذ حلو. في حياة حاجة كذا عشان اخذها. خلنا اخذ هذا. حلو. اي ما اخذته. اي ما اخذته. ليش؟ خلنا اخذ هذا اتاكد. والله ما في شكله هنا ما عندي. خذ. لا ضرب خويه يا جماعة. دقيقة. يا رب ما يقتلوني. ايوه الحمد لله. باقي اخر واحد باقي اخر. خذ. حلو. اي خلاص خلنا بقى. ايوه الحمد لله الحمد لله. طيب. اوكي. يس. The crystal is mine. واو. ايش؟ كراشي بغابر. Virtual gaze or you'll go crystal crazy. اتوقع لازم دقيقة لازم الحقه. ايوه لازم اسحب فيه. طيب طيب المهم راح نوقف هنا شباب. بس اتوقع هنا كفاية. وبس هذا الناس اللي يطلبون كراش هذا بالنسبة لي افضل جزء. واتذكر حتى في مكان ياخذ الدكتور هذا ويسحب يستخدمه كلوحة تزلل مدري ايش. كان رهيبة مرة. المهم بس هنا وصلنا هذا الفيديو. اتمنى انكم استمتعتم. اذا كنت تبغون بعدين نكمل لك في فيديو بكرة حوقف يعني. لكن المهم حاخذ اجازة يعني. بس انه حقول لكم بكرة ايش الاجازة كم يعني وكذا. اذا تبغون بعدها نكمل كراش ما عندي مشكلة خاصة هذا الجزء يعني. بس لا تنسون لايك وشوفكم على خير في امان الله. السلام عليكم.